بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، هذه رسالة إلى مجلس بلدي التحفير فيما يخص تصفية بعض الأزقة. السؤال المطروح: ما هي المعايير التي اتخذها بعدما قرر مجلس بلدي مدينة التحفير تخصيص مبلغ 160 مليون سنتيم لتصفية بعض الأزقة في المدينة، وأن المناطق التي تستفيد هي الأكثر هشاشة والتي تم صيانة لها قنوات واد الحار؟ فاستبشرنا خيرا، خاصة ساكنة محمد عبدو وزنقة القادسية وجمال الدين الأفغاني وجزء من الدائرة واحد الزنقة اللي يسكن فيها المهدي نجار. بعض الأطراف استغلت غياب الرئيس، نقولها غياب الرئيس ونائب الرئيس والمعارضة في طبخة بيناتهم، غيرت القرار لأن حصلنا على النسخة، زنقة محمد عبدو وزنقة القادسية وجمال الدين الأفغاني تم إقصاؤهم. قلنا ذلك الأطراف استغلت الغياب تاع الرئيس والنائب والمعارضة، كالمثل الشعبي اللي يقول لعب حميدة ورش حميدة قوانت حميدة، واتخذوا قرار أن المناطق التي تستفيد هي الأكثر هشاشة والواجهة، كأن المواطنين هناك مواطن من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية. في هذا الصدد قررت الساكنة زنقة محمد عبدو والقادسية وجمال الدين الأفغاني توضيح من المجلس وخاصة الرئيس بأي حق تم إقصاؤهم، وداروا طلب وغادي يدفع الرئيس، والرئيس يوضح ما ضاع من حق إلا من ورائه طالب، الى ما الحق نتاعهم مشارجه غادي سيتم تصعيد في المستقبل. هنا غادي نمشيو مع الاخوان القرار اللي اتخذوه هذيك المجموعه، يقولون المناطق الاكثر هشاشه، بالله عليكم الزنقه الموجوده معروفة يعني التقاطع الطرقي بين، لحظة الإخوان، المهدي وشارع حسن الثاني، هذو الإخوان 30 سنة هما كيعانيو، هذه ماشي أكثر هشاشة؟ علاش هذه قصيتوها؟ هنا نطلبوا من الإخوان خاصة في مجلس بلدي يوضح. إذا هاو جاوبناكم بالأفواه نتاعكم. لاحظوا هاد الإخوان، هاد الزنقة راه تقريبا 30 سنة هما كيعانيو، لاحظوا هنايا، علاش هادي قصيتوها؟ هذا المحور الطرقي والتقاطع الطرقي جمال الدين الأفغاني وشارع حسن الثاني. لاحظوا الإخوة البنية التحتية هذا تم إقصاؤها، الساكنة كتعاني، خاصة لاحظوا الإخوان في المشتى الغيس العفيس والصيف العجاج. لاحظوا الإخوان تم صيانة قناة واد الحار، ومؤخرا حصلنا واحد النسخة من القرار اللي اتخذوا ديك العناصر المشبوهة واستغلت غياب الرئيس، ولاحظوا الإخوان تم إقصاء وتهميش هذه المناطق. لاحظوا الإخوان، لاحظوا
هذه زنقة القادسية الإخوة. لاحظ الآثار تاع قنوة الضحى واضحة. لاحظوا الإخوان الطريق نبت فيها السبون تاع الفار. بالمناسبة غادي العارضة يتقدمها السكينة مع الإمضاءات مع الإخوان. نعتذر غادي من الإمضاءات ورقم بطاقة التعريف غادي نحاول نسترهم. بعض الأطراف ستستغل ولا ما تاخذوش المجلس البلدي شي قرار، راهم مستعدين للتصعيد.